طيب كابتن عبد العزيز، عايز اسالك سؤال مهم جدا. دلوقتي الدوري بيخلص، الدوري بتاعكم بيخلص، وانتم المفروض تستنوا الدوري الممتاز اللي جاي. تتكلم في 3 شهور تقريبا، 3 شهور انتم ما بتلعبوش كوره، او يعني طبعا هيبقى في معسكرات، دايما هيبقى في فتره اعداد وخلاف، بس الفتره دي هتبقى صعبه عليكم اكيد. طبعا. ولا هتبقى عايز تريح؟ لا، هو يعني انا مش مع الراحه في الفتره الكبيره دي، غلط اصلا على لعيب الكوره ان هو يريح الفتره دي كلها. فاحنا ممكن يعني عندنا ماتش كاس يوم 13/6، ده كويس برضو ان احنا هنخلص بقيه الماتشات بتاعتنا بتاعه الدوري، فهنكمل شويه لحد الماتش اللي هو ماتش الزمالك. بعدها بقى يعني ممكن راحه قليله. انا عن نفسي يعني انا بنزل اتمرن، ما بحبش اقعد الفتره الكبيره دي كلها. صعب على العيال، صعب جدا يعني. اصلا معانا عم مصر يعني بامانه يعني. بصراحه ما بحبش اجازات خالص. عم مصر يعني مش فارق. كابتن سيد، كابتن سيد ما بحبش اجازات خالص اصلا يعني خالص. لو اداني يوم كده بيبقى زعلان يا خبر ابيض والله العظيم. يعني هو اصلا يعني ايه، ممكن ان شاء الله ان شاء الله يكمل. فما اعتقدش اللي هو هيدينا اجازه كتير يعني. حتى لو نزلنا ممكن ناخد اجازه اسبوع 10 ايام وننزل نتمرن بقى براحتنا كده. عارف انا بخاف من قصه، وانا زي زيكم، انا بقلق من ايه؟ انه المدرب نجح وصعد وعمل اداء كويس جدا، اللي هو خلاص تلاقي بقى الوكلاء يبداوا يشتغلوا، اللي هو يقول لك ايه، ما تاخد المدرب ده بيشتغل ممتاز كويس مش عارف ايه وبتاع. طب انا بصراحه هو راجل منسجم، هو كان جاي له عروض، هو جاي له عروض كتير قبل ما نصعد من الدوري الممتاز. فهو قال له والله العظيم انا قاعد عشان كنتوا، عشان اللعيبه. اللعيبه هو عامل حاله كده في الفرقه بصراحه. واضح ان انتوا بتتكلموا بحب قوي يعني. لا يعني هو عشان هو بصراحه انا نفسي انا بحبه قوي. وانا برضه بصراحه هكلمكم بصراحه شديده. في بعض الناس، في بعض اللعيبه بتيجي تجامل المدرب بتاعها. لا انا هقول لكم اللي انا قريته والله. في لعيبه تجامل المدرب بتاعها عشان تحافظ على مكانها وخلافه. بس اللي انتوا بتعملوه دلوقتي دوت واضح انه حب حقيقي. لا والله يعني هو ما فيهوش مجامله. ربنا يعلم والله. عشان كل ما باخدكم في موضوع ترجعوا للكابتن سيد برضه، ان احنا اللعيبه كلها والله العظيم هو كله بيحبه، كله بيحبه يعني. واللي هو عثمان برضه ان شاء الله ان شاء الله يتفق معاه ويقعد ويكمل معانا ان شاء الله. طيب انت طالع دلوقتي دوري ممتاز، والدوري الممتاز حكايه وقصه. الدوري الممتاز دلوقتي خلونا منطقيين، بقت لعبه فلوس ولعبه امكانيات طبعا، ولعبه صفقات والنادي اللي بقى عنده يعني اقل نادي في الدوري الممتاز دلوقتي بقى عنده اسماء، واسماء كبيره جدا وارقام. هل ده هياثر على تواجدكم في الموسم اللي جاي في الدوري الممتاز؟ لا، وانا يعني انا مش شايف ان هو هيبقى فيه تاثير كبير يعني. ليه بقى؟ هو يعني احنا يعني خلينا نقول بصراحه على الورق كده، لما الداخليه هيخش وما شفناش تدعيمات باسماء كبيره، والاسماء الكبيره دي اللي اقصد بيها عشان تبقوا فاهميني، ليه اسماء الاهلي والزمالك دايما يقول لك ايه ده راح له خد لعيب من الاهلي لعيب من الزمالك وبتاع. فدي الاسماء الكبيره، ممكن يبقى الاسماء اللي موجوده اكبر بكتير من الاسماء دي، بس دي الموضه او دي الحكايه. طبعا هو ده مش قلقك؟ طب انا اقول لحضرتك على حاجه. انا حضرتك شايف غزل المحله ماشي بشكل كويس. صح ليه؟ محافظ على القوام اقل حاجه مثلا 15-20 لعيب، وفي كام اسم كمان نوروا في الدوري الممتاز، وبقت الناس تقول اسماء وبقت تقول لي يروحوا الاهلي والزمالك. هي الكوره دلوقتي حتى فتح الله وعبده يحيى وخلافه يعني مش اسماء خالص. صح، بس طبيعي اللي هو مثلا فرقه صعدت ممتاز طبيعي مثلا في ناس هتمشي، وان شاء الله اللي هيمشي من عندنا ان شاء الله ربنا هيكرمه في حته ثانيه وفي مكان احسن باذن الله. فطبيعي لازم يبقى في تدعيمات وفي لعيبه هتيجي كويسه وكل حاجه، بس هي الكوره بقول لحضرتك اللي هي مش اسماء يعني. المحله ما شاء الله دلوقتي بص تحت في الجدول اسماء كبيره يعني. الاسماعيلي مولين الجونه في اللعبه. صح، في لسه برضو المصري بعد خسارته النهارده برضو ممكن يبقى في اللعبه. صح، فهي من الكوره لا مش اسماء. الكوره دلوقتي بقى روح وقلب وعزيمه واجتهاد وكل حاجه بس. لكن انا مش شايف اللي هي اسماء ولا اي حاجه. مش شايف لا طبعا. لا يعني لا طبعا، اصل انا دايما بحس ان الدوري بتاعنا بقى دوري اللي معاه فلوس كتير. ما هو حضرتك برضو ما حضرتك برضو لازم يبقى فيه ماديات. انا مش بقول كده اللي هو يبقى مثلا لا انا اعمل. طب ما هو المقصه، هو دي المقصه. صح، هبطت اهو. صح، سبب ايه؟ ما فيش امكانيات ولا في اي دعم اليوم ولا اي حاجه. لازم يبقى فيه تدعيمات بس اللي هو مثلا هتلاقي فيوتشر وفاركو اول موسم بيصعدوا للدوري الممتاز موجودين بينافسوا على المربع الذهبي. فاهم؟ ما هي برضو في فرق حسب طموحاتك. انت عايز تبقى موجود في الدوري وبس، ممكن تقدر تعمل زي غزل المحل. صح، بس لو ليك طموح في المربع الذهبي فلازم تفرق. طبعا فلازم يبقى فيه ماديات. طبعا لازم يبقى فيه ماديات وصرف كبير جدا. تفرق. طيب